كده دراعي مالها عينيا يا ريس؟ انت احول ياض. احول؟ انت فاجئتني بالموضوع ده يا ريس. ده انا اتمرمطت من يوم ما سبتني ورحت السجن. مين اللي حول دراع اليمين يا حاره؟ الحاره كلها يا كبير، كانوا مفكرينك مش راجع تاني. كلاب، انا اعرف بيهم واحد واحد. مفيش بهدله بعد النهارده يا حاره، ولا في مسحه زلاله. خلاص ياض، ما انا قلت لهم بيت تاني فوق. فوق يا كبير، ولو مش فوق تبقى فوق. انت بتوطي صوتك ليه يا احنا بنخاف من حد؟ انا طالع لتهاني عشيقتي، يعني انا وهي وسلسنا الشيطان. اللي عايز يبلغ البوليس نمرته 122. نمره البوليس 122؟ ما تحكمش على النمره قوي يا لحد احفظها. خد خلي السنجه دي معاك، لو حصل اي حاجه صفر لي على طول. هذا طوبه دبشه يا كبير. لو ماضيت اهلك دي هي اللي حوالتك. دي خريطة نخنوخ. لا تقول لي بقى خريطة العالم ولا خريطة الوطن العربي. الطريق ده والطريق ده والطريق ده أنا اللي راسمهم. ده الكباريه. حلو، عايزك تركز معايا. الخطة كالتاتي: أنا وأنت والبت تهاني هندخل الكباريه اللي فيه المطوة ده كبزاين عاديين خالص. البت تهاني هتلاغي الترماي، أنت تطلع المخدر وتحطه له في كوباية الخمرة. ماشي يا ريس. طب وأنت؟ اصطبر، أنا لسه دوري بعدين. بعد كده هيتخدر، هتشيله على كتفك بايد واحده وتطلع بيه اكنه سكران، هترميه على الكنبه الورانيه بتاعه العربيه. حصل يا ريس. طب وانت؟ اصطبر، انا لسه دوري بعدين. جه يعمل قلق، يعمل اي حركه تقوم انت كاتم نفسه على طول. فلفص يمين فلفص شمال، تفضل كاتم نفسه على طول. ماشي يا ريس. طب وانت؟ اصبر، انا لسه دوري بعدين. وبعد كده تقوم مطلع المطوه من الكباريه وتقوم غزف ظهره. غزناها يا ريس. طب وانت؟ انت سبتلي حاجه اعملها يا خبي؟ ايه سكران واخدينه رجع؟ ايه ولا ولا المطوة ولا فوز ولا زي الخطة. نسيت المطوة يا ريس. انا هتصرف يا بتصرف. سيبه يا ريس، سيبه سيبه. نشن عليا انا، نشن عليا. ده انا ايدي تتقطع ولا نشن عليك يا ريس؟ اقتلني يا غبي، اقتلني اقتلني اقتلني. انت ادرى بقى. خيرتك يا ترماي. على ايد واحد احول. سامحني يا كبير، سامحني يا كبير، قتلتك بايديا. ولا دبشه. مين مين ايه؟ انا يا غبي. يا ريس انا يا غبي، انا غلطان. ايه مالك؟ واحد وقتلناه، عايز تبلغ بلغ. البوليس نمرته 122 واحنا قاعدين هنا شوي. ولا قتلك يا ولد المجانين، يا ولد المجانين. بتقول ايه؟ قتلته؟ طيب يا نخنخ، هكلمك بعدين، مع السلامة. الواد نخنوخ بيكذب عليا ولا ايه؟ هو المعروف عنه انه ملوش امان سعادتك. طب هنتأكد منين انه فعلا قتله؟ اما ترماي يختفي وما يبقالوش اثر. لسه هستنى ترماي لما يختفي. اسمع لما اقولك، الواد نخنوخ ده مش هياخد ولا مليم قبل ما يجيب لي راس ترماي واشوفها بعينيا. ايه؟ اجيب لك راسه؟
ارقصوا يا باشا. انت مش مصدق ان انا قتلته؟ طب يا باشا اصورهولك بالكاميرا بتاعت الموبايل وابعتهولك بالبروتورز. ماشي يا باشا، راسه راسه. حاضر. طب يا باشا ما ينفعش صباعه؟ حاضر يا باشا، ما تنفس هجيب لك راسه. يعني قتلت الراجل ومش قادر تقطع راسه؟ انا اقتل لكن اقطع راس ليه؟ انا مجرم؟ مجرم؟ بعيد الشر عنك، مين اللي يقدر يقول كده؟ ده انت ارق راجل عرفته في حياتي. يا حبيبتي. يا بنت مالك؟ ايه ده الراجل بتاعي، يعني دراع اليمين، دراع اليمين بيبوظ دراعك اليمين. مالك؟ خرب بيتكم نسيتوني اكل عيشنا. وبعدين هنعمل ايه في الراجل اللي عايز الراس ده؟ ولا دبشه، انت عمرك ذبحت انسان في حياتك؟ عمري يا كبير. يبقى فرصتك جات لك يا ابن المحظوظه. دبشة! نعم ريس! أنا دبشة! أمرك كبير! شنطة جاهزة؟ شنطة مين يا ريس؟ يا غبي، شنطة الراس. أهم حاجة تركز معايا، الخطة كالتالي: أنت هتاخد الشنطة وتسبق على الأوتوبيس المكيف، أول ما توصل تداري الشنطة مع العفش وتحجز لنا تذكرتين. التذكرة بتاعتي قدام والتذكرة بتاعتك مرمي ورا خالص. استمعه جنبك يا ريس. يا غبي، افرض حد قاطرنا، أنت لو اتقبض عليك مش إشكال، أنا لو اتقبض عليا أنا ثروة قومية يا ابني. فهمت الخطة؟ فهمت يا ريس. أوعى تبوظ حاجة. ما تقلقش يا ريس. يلا بينا. يلا. الشنطة. شنطة إيه يا ريس؟ الشنطة يا غبي. باشا عمنا، بنت عمنا. يا سلام يا باشا، سبحان الله الخالق الناطق المرحوم. طمني كله تمام يا بطل؟ عيب يا باشا، ده انا نخنوخ. وفلوسك اهي يا بطل، وراس الترمايه اهي يا باشا. المؤاخذه دي رجل، راس الترمايه اهي. دي ريتو. ايه ده؟ من راس الترمايه فين؟ يا نهار اسوح، راس الترمايه فين؟ لا مش نخنوخ اللي يتسرق. اخلص يلا، الكلام ده ما يكونش معايا انا. انت عارف ايه؟ ها؟ فين؟ فاهم يا باشا. يا باشا الشرطه اتلخبطت والله، وعملت خنجر عامل نفسه كليه الشرطه. ولا مفيش حد يقدر يضحك على شامخ مين؟ يا باشا قتلته، والله قتلته بايد دبشه. ثلاث يومين لو ما جبتش راس الترمواي انت عارف هيحصل لك ايه؟ ارموه بره. والله يا باشا قتلته. مش نخنوخ اللي يتمسك كده، مش نخنوخ اللي بيتعمل فيه كده، مش نخنوخ. ايه يا كبير، في حد كلمك؟ انا حد يقدر يكلمني؟ انا نخنوخ بس حلقت. هات الشنطه. واجب يا كبير. السلام عليكم. Hello, welcome. بدأت غباوة. عايز أكلم يوسف صابر. مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ ده المعلم نخنوخ. يا غبي ما تزيحش، نخنوخ قتل قتلها. Are you guest or visitor here? If you are a visitor, I should call him. قتل قتلها. أيوة جينا. واحد عاوزه؟ قالك صاحب يوسف؟ انا ماليش اصحاب، ما حدش يعرف ان انا هنا. حضرتك اسمك ايه؟ واحد صاحبه من الحته وجاي اعمل له ذهول في المفاجاه. صاحبه من الحته؟ رحت في داهيه. بصي قولي له هو جاي اجازه يوم واحد ونزل مصر تاني. يوسف نزل مصر؟ اي حد يسال عليه قولي مش موجود. هو نازل مصر يا فندم. نزل؟ متاكده شفتيه وهو بيسيب الفندق؟ رد يا بنت. تخوفهاش. انا مالش كاوت بنفسي، هو نازل مصر يا فندم. نازل مصر؟ ماشي يا مصر ماشي. الو، بقول الو. ايه باشا؟ ايه يا عم انت فين؟ صباح العسل يا باشا، انت فين؟ انت هناك ولا هنا؟ ما تلخبطناش. اجيلك عينيا. انت مين؟ انا نخنوخ. نخنخ مين؟ قتل قتلة. انت جاي تهزر؟ هي ناقصها غور غور. وزقنا انا ولا زقك انت؟ زقك انت يا ريس. يا نهار يسوع. انت ما بتهزرش بقى.
دخلت لي اسم شرطة يا غبي. اسم شرطة ده ايه؟ ده بيتي. انتوا مين؟ كلمة كمان والرصاصة هتتفسح في الفوق. الواد ده ابنك؟ انا واد. ده اللي اتفرتك ده ابني. ولا دمشة؟ نعم يا ريس. خش اعمل لنا انا وانت كوبايتين شاي. استنى تشرب حاجة؟ شاي. اعمل لنا انا وانت كوبايتين. يا فرفة دمشة تفرول. دمشة خليك معايا. طيب بعد يوسف ابنك فين؟ مقبول. بقول لك ابنك فين؟ ابني في كلية الشرطة. ده لو موجود ما كنتش تقدر تدخل الحارة من أصله. هو الشاي فين؟ عندك في العلبة الزرقاء اللي في وشك. الواد مش في كلية الشرطة. ابنك بيضحك عليك يا حاج. أنا ابني مش كذاب. في ضابط بيكذب. هو السكر فين؟ عندك في العلبة الخضرة اللي في قفاك. لو ما قلتش ابنك فين تبقى بتدمر نفسك وبتدمر دبشك. انا ابني طالع في كلية الشرطة ولو كان موجود كان زمانه حبسك. انت بتزعقلي هذا حد؟ لا لا بتزعقلي؟ لا لا بتزعقلي؟ هو البراد فين؟ عندك على الرف البنفسجي فوق راسك. بقولك ايه؟ البنت دي مين؟ دي ورقة بيضة. دي 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 واحدة كده خطيبته يعني زي ما تقول بيحبوا بعض. تعرف عنوانها؟ لا بس عارف تليفونها. حلو. هو المطبخ فين؟ لو ما قلتوش الواد يوسف فين هجيب لكم ابهاتهم يقطعوكم. لا جرايه يا بنت جرايه. ده حاج احنا مش ناويين تعترفوا. قلت لك ما اعرفش. ما تسال عليه في الكليه وتريحنا. سالت في الكليه قالوا لي ما فيش اسم كده. اخرس. انا ابني مقاعد في الكليه طالب برتبه تعريف. بجد يا عمي؟ طبعا تقرب يتخرج كمان. يعني مش ناويين تعترفوا. انا قلت اللي عندي. حلو قوي. دبشة جاهز يا ريس. ثبت راسي. في ايه؟ ثبت راسي. في ايه؟ نشن يالا. انشن على مين يا ريس؟ نشن على البرتقانه اللي على دماغها انا يالا. انت ادرى يا كريم يا رب. لا خلاص. في ايه؟ هعمل بيبي برتقان. طب بسرعه قصدي بسرعه. ركز معايا. انا معاك اهو. ها نعم ركز معايا. انا معاك اهو. معاك الشنطه دي بتاعت ابنك. أيوة. ودي هدوم ابنك. ايوه ابني. حلو يا رب تفهم. شنطه ابنك دي انا خدتها وهو خد شنطتي. اخرس يا كلب. انا ابني مش حرامي. ايوه مش حرامي. ده ضابط قد الدنيا. اخرسي. ماتت. اخرس. طيب حاضر. الشنطه اللي مع ابنك فيها راس تمنها نص مليون جنيه. ليه يا اخويا؟ راس تطعن خامون؟ انت بتتاجر في الاثار يا راجل انت؟ راس بني ادم انا اللي قتله بايدي. لو ابنك اتمسك بيها هيروح في 60 داهية. لا ابوس ايدك ابوس ايدك. اتصرف يا عم اتصرف. طيب بس ما تهزنيش. اسمع يا نخلوخ انت انا مستعد اجيب لك الشنطه مرازي وتديني حلاوتي. ماشي الديل. بس عارف لو لعبت بديلك ايه اللي هيحصل لك؟ ديلي هو انا بقى فيا ديل؟ فكني خليني استحم واعرف اتكتك. ولا دبشة؟ نعم يا ريس. عايز عينيك ما تنزلش. بلاش عينيك.
عايزك تراقب صابر. عارف صابر؟ لا يا ريس. مش مهم، المهم هو ما يشوفكش وانت بتراقبه. وجب يا ريس نخنوخ. يلا اتكوا على الله. هو حسام حسن. ابراهيم حسن. تصعيده عاليه. وائل جمعه يطلع على طول. لابراهيم سعيد اللي عامل مباراه. يا نهار احوس ده احنا خاطفين واحده. هو حسام غالي في وسط. جعانه قوي. انتوا يا عصابه. انتوا يا منحرفين. انتوا يا اللي خاطفيني. هي الناس اللي هنا ما بتهتمش بالمخطوفين ليه؟ مالك يا بت عامله دوشه ليه؟ انا مش فاضيلك، انا قاعد بتفرج على ماتش كره هيجنني. كل فرقه نازله ب 22 لعيب وكورتين. يعني بتتفرج على الماتش ياض دي كلها وسايبني لوحدي؟ انا بخاف. تخافي من ايه ما انت مخطوفه؟ انا جعانه قوي وانا والله هموت من الجوع، بس ما فيش اكل هنا حاجه تقرف. طب ما تطلب لنا اكل. اسمك ايه؟ دب. اطلب لنا اكل عشان خاطر. بس ازاي يعني؟ ديليفري. لا ما اعرفش حد بالاسم ده هنا. ده واحد صاحبنا انت ما تعرفوش، فاتح محل سمك وبيعمل ملوخيه كده. اطلب لنا اكل والحساب عندي. ماشي، بس ما تقوليش لحد. ها عيب. قولي الرقم. 010-355-138. ما ترد. نمره غريبه مش راضت. يا ترى انت فين يا حبيبه؟ يا ترى انت فين يا حبيبه؟ ما ترد، يمكن نمره مهمه. ايوه. ايه سمك؟ بطلوا السفاله وقلة ادب بقى على المسا. هقول له حبيبه اللي بتاكل عندك كل سنه، وتعالى بسرعه احسن هتموت من الجوع. بتقول لك حبيبه زبونه عندك. ايوه يا عم هي حبيبه. هاديله العنوان بسرعه. بيت انا شكيت فيك يا بيت، ما تعملهمش عليا. ليه بس كده؟ ليه بس؟ اديله العنوان يجي هو. ما تدفعيش الحساب. لا هدفع هدفع. قولي له انت بنفسك يا ناصحه، حبيبه معاك ايه؟ تعالى بسرعه احسن هموت من الجوع. ما تخافيش يا حبيبه، ما تخافيش، انا هتصرف. سفينه ورقه وقلم واكتب اللي هقولك عليه بسرعه. ورقه وقلم. حاضر باشا. قول قول. اكتب. 2 كيلو جمبري. جمبري ايه؟ اكتب. ماشي ماشي. جمبري. وكيلو صبيت. صبيت. وبابا غنون. غنون. غنون ايه يابا؟ اكتب. ماشي. حاضر يا حبيبتي حاضر. طب بقول لك ايه، اديني الراجل اللي معاك ده عشان اخد منه العنوان. ايه يا باشا؟ يا بنت النهارده الخميس، يعني عيد ميلاد ابليس. ده مش حيوان ساب التلفزيون ولا كاب السالك كهربا. اما اشوفه بس هشرب من دمه. انا بحب دم الواد ده مش قوي. ارضيه وفاروق. انا هو كان بيت ابونا. كم كان؟ قصدي ومين ومين؟ انت خربت يا بنت. التليفون كام دلوقتي؟ ده لو رنوا كنت ذبحت. ضحكتيني يا بنت وانا متضايق. اطلبك تاني. الاهلي بيتناقل الكره في سهوله ويسر وثقه، والنتيجه طبعا من الصوت ده جاي من التلفزيون. وجاي حد بيرن لي المذيع. قفشه تانيه حلوه برضك يا بنت. يا وزع مصر، وزع مصر. وابراهيم سعيد كارت احمر. ما فيش طبعا مناقشه مع الحكم. ايه الظلم ده؟ الله، وانا كل ماتش اتطرد. عملت ايه انا يعني عشان اتطرد؟ ما تطلع عادي وانت ساكت، ده انت لعيب رخم قوي. ماشي ماشي. الواد ده غريب، مره يزمق شعره، مره يتخن نفسه. واد عجيب. ايه ده يا باشا؟ قلعوك ليه كده؟ يا غبي انا قلعت بمزاجي، المهم انت كويس؟ بقول لك ايه؟ انت ضحك بنار والدنيا هنا. وبقول لك ايه؟ ما تيجي نبلغ البوليس. بوليس ايه يا غبي اللي عايزني ابلغه؟ ده هي دي اللحظه اللي انا بستناها. يلا بينا يلا بينا. اسعدت الباشا، ما تقلقش، ما حدش يقدر يقبض عليك ولا يبلغ عنك. البنت معايا. هاتها وهات كل اللي معاك، تعالوا لي على اليخت. اوامرك اوامر. دبشه. ألا دبشة؟ نعم يا ريس.
ولا جهز لنا يالا العربية وجهز لنا البيت وشوف لنا اي حاجة نشربها عشان نفوق. ماشي يا ريس، هجيب لكم ازازتين بيرة مشبرين. صح يا يلا يلا. ايه مش هتطفي التلفزيون ده الاول؟ صح برضه. يلا ادي انت وهو وهو على ما نوصل هنبقى الصوت. يلا بالراحة. طيب دوعة يا عم خفيف. اهلا اهلا بالحبايب، نورتونا يا باشا. المعاملة التحتانية ده يا باشا. لا الفوقانية هتبقى احسن يا نخنخ. على مؤاخذة يا باشا، انا عايز فلوسي 499,960 جنيه. انت عبيط يالا، الشنطة مع البوليس يعني كده هتودينا كلنا في داهية. مش نخلوخة باشا اللي تغادر بيه عدم المؤاخذة. حبيبة موتوا حبيبة. ايه افرق جبت صباعي. لو اتاخرت 10 دقايق هبلغ البوليس. على فكره انت اللي معطلني. اوعى. ربنا معاك يا باشا. فلوسي. اوعى يلا. ما انا قلت لك يا باشا بتعرف تعوم وانت انت عبيط. بالعويجه يا جدعان. عويجه. مش نخلوخه. لا احنا ببلاش. اوعي. التاتي. انا قلت لك الترمان 40 جنيه. ده تذكرة الترمان 60 جنيه. تعمل ايه يا لالا؟ لا مفيش، انا كنت معدي بس سمعت دوشه عندكم قلت اشوف في حاجه ولا ايه. يلا نمشي من هنا. حاضر حاضر. انا جاي يا كبير، انا جاي يا كبير. اضرب يا كبير. ما تقوليش يا كبير، ما تقوليش انا صغير. ماشي يا صغير. انا صغير. يا ترى ايه اللي حصل؟ ما كنتش اتعلم العوم وعاش؟ ده ايه المكان اللي كل الناس بتقع فيه ده؟ اهرب ولا اجري ولا حبيبة حبيبة فيك حبيبي. وحشتني. انت كمان وحشتني قوي. ايه ده انت مبلول كده ليه؟ مش قلت لك كل اللي بينا شويه ميه؟ في حد بيطير بني ادمين هنا على فكره. ما قتليش دي وقعتني. ولا فين ولا أخيراً واحد في إيدي يا فخفوخ. أنا اسمي نخنوخ وخليك فاكر الاسم ده كويس قوي. المهم تبقى فاكره أنت. أهلاً يا كبير. فين أنا رماك هنا؟ أنت مش عارف إنهم هيرموني هنا. معلش يا كبير معلش. أنا حبيبة يا ماركت دي بلاش كبير ولا إيه؟ يلا بسرعة انت وهو لمهم على المركب الصغير. يلا يا جدكيت بيتك بيتك.
خش يا باشا. وقف يا انت اهو. انا بتاعك اهو. وقف يا لسيا في النص اهو. وقف انزل يا باشا. وقف يا لسيا في النص اهو. خلاص 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 خل